أكد وزير المالية أحمد كوشك أنه سيتم إصدار وثيقة سياسات ضريبية حتى 2030 لإيضاح ظروف المرحلة القادمة. وأضاف كوشك أنه سيتم تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحا أنه سيتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية. النهاردة الحمد لله بقى عندنا منظومة ممتازة إلكترونية، بقى عندنا حجم هائل الحمد لله من الـ 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 الأمور التكنولوجية والمنظومات التكنولوجية، فواحدة من الحاجات بتتيح لنا معلومات كويسة جدا. فواحدة من الأمور اللي هنشتغل عليها هنبسط الإقرارات، هنخلي الإقرارات أبسط، بدل ما الممول يبقى مطالب يملى في آخر السنة إقرار فيه 60 و70 صفحة، ممكن جدا نختصر هذا الأمر ونبسطه ونسهله، لأن الحقيقة بقت فيه معلومات كتيرة متاحة بشكل دوري وغيرها من هذه الأمور. ونفس القصة هنخلق كتير من الوحدات لدعم المستثمرين، لتقديم المساعدة ليهم، تقديم المشورة ليهم. واحدة من الحاجات اللي كان دايما بيجي لنا، طب احنا يا جماعة مستثمر دولة الرئيس النهارده بيتكلم على بعض الاستثمارات الجديدة، وارد جدا يكون هذا المستثمر اللي جاي عايز ياخد حاجة اسمها الرأي المسبق، عايز يعرف قبل ما يجي يشتغل في مصر هيعمل ايه بالظبط، ايه حقوقه وايه التزاماته وايه حوافز بتاعته. فاحنا بنفعل هذه الخدمة ليه دلوقتي، وهنفعلها بجودة جدا، وهنجيب اكفأ الناس جوه المصلحة، وفي ناس ممتازة جوه المصلحة هنستثمر فيهم عشان يقدروا يقدموا هذه الخدمة قبل ما يبتدي. يبقى قبل ما يبتدي عارف راسه من رجليه، عارف يبقى عنده يقين، عنده رؤية واضحة جدا.